كيف يتم؟ هل حقن الدهون ولا تكبير بحشوة؟ هو أدام هو صغير قبل الجواز هيفضل صغير. أول ما هتبص بتبص على الأنف والأسنان. أنت ليه تفضلي كده لما تعمليه وتخلصي نفسك؟ إيه تأثيرات السن وتقدم العمر في السن؟ بعد ما تعمل العملية كله بعيد خالص عن الصحة. الأستاذ الدكتور حاتم الصحار، أستاذ واستشاري جراحات التجميل بكلية الطب جامعة القاهرة، زميل كلية الجراحين الملكية بإنجلترا، عضو الجمعية الأمريكية للتجميل والحروق، عضو الجمعية المصرية لجراحات التجميل. ضيف العزيز الأستاذ الدكتور حاتم الصحار، أهلا بيك. أهلا بيك. الحقيقة استادي من الحتت اللي يعني الستات بتقعد أحيانا مرتبكة جدا، هل ساديها طبيعيين غير طبيعيين، شكلهم طبيعي شكلهم صغير، وطبعا في الولاد الصغيرين وهم لسه بينمو ممكن ساديين يتأخر نموهم أو يتأثر نموهم، البنت هتتخطب ساديها لسه صغيرين خالص، العيلة مرتبكة، هنكبرهم ولا هيفضلوا زي ما هم مع الحمل والرضاعة يمكن يكبروا؟ الكلام ده كله بيصح. انت بتتكلم على منطقة فيها حاجتين، المنطقة المحجمة. يعني ايه المنطقة المحجمة؟ الناس بتخاف تتكلم فيها، او الناس في ستات كتير قوي بتخاف تقرب من منطقة الثدي. المنطقة المحجمة، وفي نفس الوقت هي جزء هام جدا من انوثة المرأة. يعني متفقين مورفولوجيا، يعني من ظهريا الراجل بالمرأة لو اوضه ضلمه بيفوقوا بالثدي، لو لابسين هدوم بيفوقوا بالثدي. فانت بتتكلم على منطقة مهمة جدا لانوثة المرأة، وفي نفس الوقت طبيعه الشعب المصري، هل هو الخجل، هل هو التحفظ الزائد عن اللزوم مخلي المنطقه دي منطقه محرمه، زائد احنا عندنا الحاجه اللي قد كده بتكبر تبقى قد كده. السيليكون بيفرقع، بكره ان شاء الله يكبر، يعني بكره ان شاء الله يكبر، يعني بكره يجي يعني امتى يكبر؟ مش هيكبر، ادام هو في سن البلوغ ما كبرش خلاص الموضوع خلص، خلاص حجم صدرها هيبقى صغير. ان شاء الله لما تتجوزي ومتخلفي، يعني مش عارف اللي متجوز وتخلف هيحصل ايه. ده بالعكس، بعد الخلفة والرضاعة الصدر بيكبر مع الرضاعة، بس بيكبر بنسبة معينة، وبعد كده بيبقى حتة الجلد، بيبقى مأساة في البيت. الست قاعدة هي وجوزها بيتكلموا، شافوا أي حاجة، فالراجل علق، هو راجل مش قصده حاجة، الست تاخدها على إيه؟ نفسويتها، وتتقلب بقى نكت في البيت ليل ونهار، وخناق ويلا ومش يلا. لا، وانت عارف اللي هو النكت اللي من تحت لتحت ده، هو رامي تعرف اللي هو من تحت الحزام ده، اللي هو ستات اساتذه في والله، يعني هم بيتفننوا كيف يجي النكد ازاي. عبقريه. فلا، وبعدين بقى يعني وهو راجل فعلا مش قصده، هو مجرد بيتكلم مع مراته يعني بيقولها مثلا الممثله دي كويسه، مش عارف اي حاجه، هي بتاخد الكلمه دي وتحطها في الاطار ان هو بيتريق عليها او عندها مشكله. طبعا ده الشكل ده مشهور قوي على فكره، الشكل ده مشهور ان انت يعني ده في فيلم باتشر، لو يجيبوا لنا الفيلم ده، الفيلم ده كاميرون دياز. كاميرون دياز. فالفيلم ده يعني قصته مبنيه على مدرسه عملت كل حاجه، نصبت على العيال الصغيرين وعشان تجمع فلوس تكبر سنت. طيب، كان طول الفيلم بتروح كل يوم تجيب مجلات تقعد تتفرج على شكل السنت كل ليله. ما انت بتتكلم على حته مهمه يا دكتور ايمن، دي انوثه المراه متركزه في المنطقه دي. طيب نيجي واحده واحده، هو انا اعرف ازاي ان انا محتاج عمليه؟ يعني ايه انا محتاج عمليه؟ ما بقولش عمليه تكبير تصغير رفع، في مقاسات معينه للثدي، والمقاسات دي معتمده على ايه؟ معتمده على العظم. يعني ايه العظم؟ الحاجه الوحيده اللي بجسمك ثابته هي عظمك، عرض الترقوه من نقطه القفص الصدري في النص، ايه المقاسات دي؟ طبعا المقاسات دي فيها العرض المفروض 7 سم ونص من عظم الترقوه، وبعدين ينزل الحلمه، الحلمه بتبقى يعني مثلا احنا في الاجانب بنرفع، لما نرفع صدر نرفع 19 سم من النقطه الاول بي 2 دي الكبيره دي، انما في المصريين بننزل 21 سم. مقاس الحلمه ليها مقاسات، ليها رينج نورمال من 7 سم ل 5 سم، يعني ليها ايه؟ مقاسات. كل ده ليه مقاسات، بس عشان الست ترسم خريطه على نفسها كده هيبقى صعب. فاحنا بطريقه سهله جدا، بطريقه سهله جدا، ازاي تعرف ان صدرك كبير او صغير؟ رقم واحد، تقف قدام المرايه وتيجي جنبك. رقم واحد، الحلمه هتبقى في نص الدراع. على فكره الحلمه في نص الدراع دي رجاله وستات. يعني لو راجل وقف هيلاقي برضه الحلمه في نص الدراع، الدراع ده اللي هو من الكتف للكوع. فانت الحلمه المفروض تبقى هنا في النص. ده رقم واحد. حجم الثدي، حجم الثدي المفروض للسيده تفتح كف ايديها، تفتح كف ايديها وتخلي الحلمه في نص الكف. وترجع بيه للظهر، المفروض
المسافه بين صوابعك وصدر سنتي او 60 سنتي. يعني عشان تبقى حجم صدرك بقى صغير او كبير. دي طريقه مبسطه يعني طريقه مبسطه ان انت الحلمه تبقى في نص الدراع وحجم صدرك ايدك مفتوحه والحلمه في نص الكف بالظبط وترجعيه لورا، المفروض صوابعك ما تلمس القفص الايه؟ الصدر. الصدر. لمس القفص ده في ناس بتنام ايديها تنام على القفص الصدري كده. ده يبقى انت في مشكله صدر ثدي. الحلمه نازله يبقى في مشكله في ترهل في الثدي. ايدك مسافه بينها وبين بين قفص الصدري متر، يبقى عندك مشكله في كبر حجم الايه؟ الثدي. متهيألي طريقه مبسطه جدا لاي واحده ست تعرف ان الصدر بتاعها كبير ولا صغير، او كبير وصغير، او كبير او صغير ومترهل، او كبير ومترهل، وات ايفر هي في انهي كاتيجوري من ده. اوكي. فدي المقاسات. في مقاسات طبيه احنا زعرضناها الاول، دي مقاسات بتاعتنا احنا. انما المقاسات اللي هي ست بنعلمها في البيت، وقف قدام المرايه وشوف الحلمه فين، وحكايه كف الايه؟ الايد دي، ودي حاجه سهله جدا. طيب انت عرفتي مقاس صدرك، انت بتقف واحده من ثلاثه كاتيجوريز، لا اما صغير، لا اما كبير، لا اما مترهل، لا اما كبير ومترهل. اعرف ازاي كبير ومترهل؟ قلنا بحركه الايد، او تحط ايدك تحت علامه التقوى. لو المسافه بين صوابعك وبدايه صدرك، المفروض يبقى المسافه بين علامه التقوى وبدايه صدرك اربع صوابع. اربع صوابع من بتوعك. احنا ليه بنقول صوابع من بتوعك؟ لان انت كل واحد ليه مقاسات مختلفه. يعني ايدي مش زي ايدي واحده ست، مش زي دي مش زي دي. ده المفروض بدايه الصدر، بدايه الكيرف بتاعت الصدر. اكتر من كده يبقى عندك سقوط. ده سهل. لقيتي يعني دي انواع هقول السقوط، المفروض الحلمه لو كملوا دراعتها يبقى في نص دراع بالظبط. في بقى سقوط درجه اولى، درجه ثانيه، درجه ثالثه. كلمه تولزس دي يا جماعه معناها يعني سقوط. ودي بتتقال على العين وبتتقال على الصدر وبتتقال على اي حاجه. سقوط هي تولزس دي يعني وقعت. وقعت. كويس. انا شفت صدر واصل لبعد الصغر وشفت الفخاد. ان ايجيبت في مصر. انا شفت حاجه. كويس. السبب الاساسي انا مش عارف مين اللي قال كلمه اللي تلبس براء يضعف الصدر. يعني انا سمعت الكلمه دي مؤخرا في العياده. على فكره ده معتقد شعبي. انا مش عارف ليه. لا بالعكس يا جماعه، نتكلم بالعقل كده. انت صدرك ده تحت تاثير الجاذبيه. كويس. فانت في بول عليه او في شد عليه دايما من الجاذبيه الارضيه. لبس البراء بيرفع الصدر فبيقلل الشد اللي على الايه؟ بيخفف الحمل اللي على الاربطه، فبيخليش الجلد بتاع الصدر ايه؟ يتمدد. فبلاش يبقى جاذبيه زائد عوامل الحمل والولاده ياثر كل ده، فبيخلي صدر واقع، ويا ريت واقع كده فاضي وباين حاجتين كده نازلين. ايه ده؟ تاني ما حاجه سمعتها، اصل انا هبقى فيك. ده معتقد عند الرجال كده. معتقد عند الرجال ايه بس؟ والله قلت لها في واحد، قلت لها جوزك مش هيفرق معاه. يعني جوزك مش هيفرق معاه، فيك ايه؟ طب يعني هسالك سؤال، فيك. طب ما الهدوم بتاعنا فيك، الميك اب اللي تحطيه فيك، ما هو الميك اب واللينسز فيك. طب ليه بتعمليها بقى؟ اشمعنى ده الفيك الوحيد اللي هو واقف في زورك؟ لا وبعدين انا بقول لك عند ناس كتير في مصر، رجاله كتير في مصر، فكره الفيك دي فكره مغلوطه. يعني انا دلوقتي لما اكون مراتي شكلها حلو او مراتك شكلها حلو قدام نفسها واثقه من نفسها والى اخره ومجتمع وصلحنا عيب ديفكت عندها، التصليح ده طبيا ما فيش حاجه اسمها فيك في الطب كده. جوزك اتجوز عليكي ولا تصلحي من نفسك؟ يعني سيبك اجيبها من الاخر. يعني بجد والله العظيم قالت لي ما هو واخدني كده، انا خايف اغش. وعلى فكره السؤال ده اتسال لي من واحده هتتخطب، هو انا المفروض اقول له ولا ما اقولوش؟ قلت لها هو ماله؟ انت بتعملي حاجه دي لنفسك انت عشان تبقى ثقتك بنفسك عاليه جدا. طيب اصل فيك، فيك ايه يا بنتي؟ البتاع ده هاي تكنولوجي. انا حاطط اربعه عندي على المكتب. كويس؟ فهم بيمسكوه. ايه ده؟ ايه ده؟ ما هو ده نفس احساسك. قلت لها انت اصلا مش هتحسي بوجوده. ان هو مش موجود عندك تحسي فوق الصدر، ده تحت الصدر، اكن الصدر فوق، ولا بيأثر على الرضاعة، ولا بيأثر على الإحساس في الحلمة، ولا بيأثر على أي حاجة. وعملية ساعة وبتروحي. بس لو سمحتي، لو سمحتي، أهم حاجة في ده كله الحاجة اللي هتتحط. هو ده العملية أساسا. هو ده كان سؤالي. كان سؤالي. أنا عايز أدخل في عالم الحشوات. أوكي. إنه سوق صناعة أو الماركت بتاع الحشوات موجود في مصر كله 100% ولا في حاجات؟ لا في ماركت موازي.
زي ما مش عارف اسمها هنا يعني في حاجات. بص اقول لك حاجه صغيره، انت لما بتشتري عشان نقول البراند تشتري حاجه عارف اسمها ايه وشكلها ايه، مش هتخاطر بسمعتها، خلاص ده رقم واحد. وفي شركات بديله كتير، طب انا احط حاجه في جسمي الاقي ايه احسن حاجه وانضف حاجه. على فكره الضمان اللي بقول لك عليه 1.5 مليون ده مدى الحياه، انت فاهمني مدى الحياه يعني لو حصل حاجه يعني. دي اشكال الامبلانت، حاجات الاشكال دي انا حاطط 3 اشكال دول عندي على المكتب. فواحد انا عاوزه من ده، قلت لها على فكره ده اكسترا تشيز، انما اللي جنبه ما فيهاش حاجه اسمها اخد ده واخد الشيب اللي هو الكونيكال او اخد الشيب الراوند او اخد الشيب اللي هو الاناتوميكال. الكونيكال اللي هو مخوطي شويه والراوند ده اللي هو مدور، والاناتوميكال اللي بياخد وضع الجسم. كل واحد من دول هي نفس الشركه ونفس كل حاجه، بس دي ست معينه. يعني انت عندك مشكله صدرك صغير اوكي، طيب لما تبقى صدرك صغير انت محتاجه اني واحد من دول، حسب شكل صدرك انا اقدر اقول لك انت تختاري اني واحد من دول. طيب ده رقم واحد. طيب المقاس اللي هحطه قد ايه؟ المقاس اللي بتحطيه اللي بتناسب مع حجم جسمك. اصل تقول لي انا مش عاوز ابقى حاجه ضخمه قوي، ومين قال لك انت عندك مساحه من الجلد كيف الحاجه الضخمه دي؟ ومين قال لك انا احط امال انا عاوز اعرف مقاسي بعد العمليه؟ اقول مقاسي بعد العمليه ازاي؟ بسهوله جدا، احنا مش بنحط الجهاز ده مره واحده، انا قبل احنا في وسط العمليه عندنا جهاز تاني بنقيس بيه جوه صدر وبننفخه كده لحد ما يدي الصدر الحجم اللي هو طبيا مقاسا مظبوط مع حجم عضلك. شايلين ابتدى وحاطين البيرمننت ايه؟ الدائم. طيب يجيب كانسر، كانسر ازاي يا بنتي وهو اصلا بيتحط اللي بيتشاله كانسر؟ ازاي احط حاجه بيجيب كانسر لناس عندها كانسر؟ يعني انا لما تيجي واحده عندها كانسر وبشيل السدي بتاعها بحط مكان سعر سلك بنركب لها امبلانت ازاي يعني؟ دي حاجه من المفروض سخيفه ما تتقالش. طيب هو مملي ايه؟ يعني هو بتقول هو ايه؟ سيليكون جل. ايه سيليكون جل ده؟ هايلورونيك اسيد، ماده سيليكون بس كوهيسيف. كوهيسيف يعني ايه؟ متماسكه مع بعضها. مش حاجه سايله بتلق. اصل واحده قالت لي هو هيلق جوايا؟ قلت لها يلق ازاي يا حضرتك يا فندم؟ قالت لي يعني يلق، حاسس حاجه عماله تنطط فيا. قلت لها لا يا حبيبتي مفيش حاجه اسمها كده يلق، انت مش هتحسي بوجوده خالص. وقالت لي طب وشكله هيبقى؟ قلت لها شكله هيبقى حلو جدا في جميع الاحوال، احسن من الوضع اللي انت فيه ده. احسن من الوضع اللي انت فيه ده. حرام تسيبي نفسك لموضوع مأثر على نفسيتك، مقلل من انوثتك، عامل مشاكل زوجيه سواء اتجوزت او ما اتجوزتش وات ايفر، فده حرام. هو بيتحط فين؟ في مواضع كتير قوي بتحط لما تحت العضله، لما تحت الخلايا الدنيا. في جميع الاحوال انا ماليش دعوه بصدر حضرتك. يعني هو ادي الصوره اهي، السيليكون في حته وصدر حضرتك في حته ثانيه. انا ولا ليا دعوه بالرضاعه ولا ليا دعوه بالاحساس بالحلمه، وكل ده ما انا بعيد عنه خالص. انا كل اللي بعمله بزق الثدي لقدام بالبلدي كده، يعني بزقه سواء تحت السب جلاندولر يعني تحت الغدد اللبنيه على طول، او سب ماسكولر يعني تحت العضل، او في حاجه اسمها دول بين الاثنين. وات ايفر التكنيك اللي هستخدمه ده يعتمد على الكشف على المريض. انا هستخدم ده ولا هستخدم ده ولا هستخدم ايه بالظبط؟ طب هحطه من فين؟ الفتحه بتاعته هتفتح ازاي يا دكتور؟ لا في فتحات كتير، في فتحه حوالين الحلمه وفي فتحه من تحت، او زي ما بنقول كده فتحه سيركم ايلوج من تحت الحلمه كده، وفتحه تحت البريست، او تحت مدخله من تحت الابط. انهي تكنيك ينفع معاكي؟ حضرتك مش تيجي تقولي انا عاوزه والنبي الكونيكال اللي هو يتحط من تحت الابط، عاوزه مقاس كذا. هو مش ايس كريم، هو كل عيانه لازم تحس ان ده ايس كريم وتملى بوله شوكولاته وبوله مش عارف. لا هو مش ايس كريم خالص، هي بتنقي على حسب الحاله اللي قدام. ساعات بيحصل ارتباك عند الست، هل هي تحتاج الى رفع كمان ولا تكبير بس؟ احنا قلنا ازاي هتعرف صدرها ايه؟ اولا الرفع درجات. هل الرفع محتاج مجرد ان ارفع صدر فوق بسيليكون؟ سهل، مجرد ان صدرها صغير وفاضي ودرجه السقوط ضعيفه جدا، ففي هذه الحاله مجرد احنا بنحط حشو سيليكون بشكل معين من الاشكال اللي احنا حاطينها دي بترفع الثدي، وفي نفس الوقت بتديله الحجم اللي هو ايه؟ الطبيعي. لا انا خايفه صدري يكبر يا ستي، انا مش هحط سيليكون هنا عشان اكبره. انا هحط سيليكون عشان يبقى دعامه ثابته محافظه على شكل صدري ايه؟ فوق. فبنحط مقاسات صغيره. ست زي دي درجه التوزيس فيها عاليه شويه، فممكن نعمل ايه؟ محتاجين نشيل هو التوزيس، يعني السكوت ده سببه ايه؟ ان الجلد بقى متغهر. فانا لازم اشيل حبه جلد اهو، ده مثلا ده لما نحطه الاناتوميكال. كويس؟ واحنا بنحط الامبلانت بنحط الحشوه بنشيل جزء من الجلد عشان نخلي الصدر الشكل الطبيعي بتاع اي ست. لو حجم الايد
الحلمه في النص. طيب انا غبي ده تقصه حوالين الحلمه ومش عارف ايه والكلام ده كله والجلد ومش الجلد والكلام ده. يا ستي الكلام ده كله بيسيبش اثر. انا ودكتور ايمن لو قعدنا اكس او على اي ست مش هيسيب علامه. كويس. طبعا دايما الستات دي بيبقى عندهم كبر في حجم الحلمه فبنشيل جزء اللي هو مش الحلمه الجزء البني الدائره اللي حوالين الحلمه فده بنشيله انه بيبقى ليه مقاسات معينه عشان يبقى شكلها كويس ونحط الامبلانت وبنقفل الصدر والكلام برضو it is one day surgery مش one day one hour surgery عمليه ذات يوم واحد لا ذات ساعه واحده يعني احنا بعد العمليه بساعه هقعد دكتور لا حضرتك انت مش محتاجين حضرتك في حاجه كل الحاجات دي بتسيبش علامه وبيفرق شكل الصدر والتعامل عادي التعامل عادي هتشوف الحلمه فين في نص الدراع وبدايه الحلمه لو هي حطت ايديها هتلاقي بدايه الصدر هي اربع صوابع من تحت عظمه التقاع وصلت للمنظر ده المنظر ده ليه تستغني عنه ليه تسيبي نفسك للموضوع ان انت ما عندكيش يعني ليه تتنازلي عن حقك في انوثتك وخصوصا الموضوع سهل مش موضوع صعب خالص والله العظيم في بيوت اتصلح حالها بسبب العمليه دي انا بحلفك بالله في ناس دلوقتي يعني قيله حقن الدهون في الثدي بدات ترتفع جدا حقن الدهون في الثدي دي حاجه مهمه جدا بتيجي في الستات اللي صدرها متوسط اللي محتاج تكبر سنه صغيره فكل اللي بنعمله الاتي ان نشوف منطقه معينه هي عندها دهون فيها قليله كتيره وناخد هذه الدهون ونحقنها فين في الستر مش كل حالات التكبير ينفع لها حقن دهون ما هو لازم يبقى عندك دهون عشان اعرف حقن ايه دهون لان بحقن دهون انا مثلا عاوز احقن 300 سنتي او الصدر يبقى مقاسه 300 مللي يبقى لازم احقن 600 ان في جزء من الدهون دي الجسم بايه بيمتصها والجزء الثاني بيبقى وياخد شكل الايه الصدر فلازم يبقى عندك كميه دهون كويسه عشان اقدر ادي الفوليوم اللي انت عاوزاه او ادي الحجم اللي انت عاوزاه طيب العمليه سهله ده فيها ميزتين انت بتضرب حصفين بحجر بتكبري صدرك في ناحيه وفي نفس الوقت بتشفطي الدهون من حته تانية وعلى فكره الكلام ده هو اللي اسمه بادي كونتورنج اللي هو اسمه ناحيه الجسم في ناس تقول لي انا عاوز انحت جسمي يا دكتور هي فاكره كلمه ناحت يعني شفط لا ناحت مش معناها شفط ناحت معناها ان في 3 دايمنشن لما ابص عليكي من الاقيكي المقاسات بتاعتك متناسبه هي دي الست بنحط لها دهون في على فكره في خطوط معينه عشان تدي الكونتور اللي انا عاوزه فهذه الست هي عندها دهون في حته وصدرها صغير طب خلاص يبقى انا عاوز انحتها يعني ايه انحتها اخليها كسري دي شكلها كويس اخد دهون من منطقه واحقنها في الثدي فتدي حجم للثدي كبير اللي هي كانت اصلا محتاجاه وفي نفس الوقت تقلل حجم جسمها اللي هو كان كبير في حته ثانيه ودي زي ما اقول لك بالظبط عصفورين بحجر وعلى فكره في حاجه اسمها بادي يعني ساعات بنعمل اكتر من منطقه البطن مع الخصر مع الحقن دهون كمان في الخلفيه وكلامنا على الموضوع ده قبل كده وساعات نحقنه في الصدر او في الوش انت لا تتخيل الحقن ده بيعمل ايه رائع معجزه الهيه الحاجه غباني برضه وانا بتفرج على احدى المباريات قريب قوي لقيت شباب من جمهور نادي العين تيشرتات وبنين يشجعوا وقد لاحظت بعين الطبيه ان احنا عندنا كارثه دلوقتي انه شباب كتير جدا عندهم تسدي تيجي تقول لراجل يقول لي انا عندي مشكله في الثدي انا ولا عارف انزل ولا عارف البس تيشيرت ولا عارف انزل البحر والولد او يعني الشاب بيبقى خايف او عنده عقده نفسيه حاسس ان هو منطوي شويه بسبب اذا موضوع الايه؟ هل المساله بتبقى ضخمه؟ مخيفه جدا. اللعبه دي في حاجتين انا عاوز اعمل له عمليه اشيل بيها التسدي ده وفي نفس الوقت بدون جوع لان هو راجل مش زي ست هو راجل بيلبس برا ولا بيلبس اي كلام ده كله فالاهم حاجه بالنسبه لي جوع. بنعمل اول حاجه اسسمنت يعني اشوفه الاول. هو دهون اكتر ولا في حاجه اسمها الديسك موجود ده؟ ولا ديسك كبير ولا صغير والكلام ده كله. طيب لو دهون ده حلها سهل. فتحه صغيره نشوف منها الدهون بالبيزر او ليزر وات ايفر ونحدد كمان الصدر معاه بسهوله جدا وبدون اي مشاكل. يعني ده على فكره ده مش تسدي ده والله اللي بشوفه يعني شفت اقلع من كده باليوم مره. كويس؟ الجزء الثاني ده انيميشن ده انيميشن ده حقن دهون وعلى فكره وفي دلوقتي بيحلوا من تحت بنشوف من تحت البط لا في رجاله عندها سادي زي الست بالظبط ده ست ايه؟ طيب ساعات بيبقى في ديسك الديسك ده لو هو خفيف ممكن برضه يتكسر بالشفط ويتشال بالشفط ولو هو كبير الفتحه اللي انت شفتها دلوقتي في الانيميشن هي فتحه عمليه قد ايه؟ ساعه بالظبط طب نتيجه بعد قد ايه؟ عشان دي تسالني عن النتائج. هنحط كرسي
في خلال نتيجه وانت في لابس كرسي باينه قدامك. اول ما تقلع الكرسي هتلاقي النتيجه بعد 10 ايام. دايما نحط الكرسي اول 10 ايام ثابتين كويس وتشيل الكرسي هتلاقي نفسك ثابت, وعلى مدار اسبوعين ثلاثه هتلاقي نفسك عماله ايه توصل للشكل والشيب اللي انت ايه اللي انت عايزه. على فكره هو فعلا ده المنظر, بس والله العظيم انتوا جايبين منظر كويس. دي الصوره كده احنا جبناها عشان نوريه, بس ده يعني برضه منظر مش هو الشكل اللي لا هو تلاقي الراجل عنده صدر من هنا وواخد كمان جزء وعمله حاجه اسمها باك هولز اللي هي غامي الورا. ده سمنه, ده مش تسد يعني ركال اكتر. ده سمنه ده زواج زياده ما يخس, ويجي يقول لي ان شاء الله هيخسوا هعمل دايت ويخسوا. لا هو بيبقى رفيع. ده انا بقى وفي ناس كتير قوي بيبقى عندها هنا وهنا ينزل بطنه ما يعرفش ينزل صدره. بالظبط. فهي تبقى مشكله. وهي على فكره يعني عندي حاله قريبه عملت لها استروجين ريسبتورز على مستقبلات الاستروجين, مستقبلات المستوجب بتلاقي مستقبل من الدوس عالي عالي جدا. انا عم بيبقى الموضوع ده في يعني في رساله معموله عندها في القصر العيني على هذا الموضوع ولسه يعني هنتناقشها قريب يعني كنت مشرف عليها. فيها موضوع حكايه الريسبتورز بتاعت الاستروجين ليها علاقه بموضوع الجاينيكوماستي او التثدي عند الرجال. خلي بالكم من الفاست فود. انا عايز اشوف واحنا بنتفرج على الصور كده عندي كام سؤال عايز اسالهم لك, بس والنبي افض في الاجابه يعني بلاش الاجابات المختصره لانها ايه لانها موضوع كريتيكال. دي مثلا بيفور هو عند افطر. طب انا هسالك سؤال, اسالك انت سؤال طبعا انوثه يعني انت بتتكلم ليه تبقي كده؟ ده كده يعني كويس بالنسبه لل منال سمعت الكلام وعملت عمليه تكبير ثدي. كله يعمل زي منال ده حوار الفيسبوك. ماشي. الصورة اللي بعديها ده كونيكال ولا لا ده راوند؟ ده كونيكال. ده كونيكال. ده كونيكال. هي دي بقى الصورة دي مهمة جدا. الصورة دي ده اللي عاوز اقوله. الست دي عندها تقريبا توزيس او اللي هو سقوط من الدرجة الاولى. ففي حلها الوحيد الاتي ان انت مجرد احنا معناش جروح بالطول او جروح بالعرض, مجرد هي رفعت السادي بوضح سيليكون. فهي رفعت السيليكون ده عمل حاجتين, رفع الصدر لفوق يعني شوف مستوى الحلم الاولاني ومستوى الحلم الثاني. فرفع الصدر لفوق ده رقم واحد, رقم ثاني ادى الكونتور اللي هو لو حاطط صوابع ايديها تحت التقوه 10 صوابع دلوقتي بقى 4 صوابع من تحت عظم التقوه بقى هو بدايه الايه الصدر بتاعها. الموضوع ده يبان قوي في الصوره اللي هي اللاترال اللي هي من الجنب. الشكل ده على فكره اهم بالنسبه لي من الشكل اللي هو الوش الفيش اللي هو انتيجو اللي بيقولوا في الطب انتيجو. لا احنا لقينا اللاترال ده بيبين الكونتور بتاع البريست الشكل البريست الكويس. فده عمليه بسيطه. طب وبرضه في نفس الوقت ليه يعني هو انا بسال سؤال ليه ما تبقيش كده؟ ده السؤال اللي بيطرح نفسه. انا برضه لحد دلوقتي ده برضه سقوط وتم رفعه وتكبير وده بمنتهى السهوله وبرضه ده محتاجش شيل جلد زياده لان السقوط هنا من الدرجه الايه الاولى. كل حاجه العلامه المميزه ان العمليه دي ناجحه حاجه واحده بقى فيها ايه؟ الوضع الحلمه فين؟ ده برضه رفع وتكبير. رفع وتكبير, رفع الثدي رفع مش تكبير, هو وضع السيليكون في هذا الاوقات بيبقى مجرد ان هو كانه دعامه يحافظ على الثدي ان خلاص الجلد فقد الاستيستي بتاعته. طبعا احنا بنعرض صور علميه يا جماعه فلازم نعرضها بشكل علمي. ده تصوير الثدي وده تصوير الثدي ده اللي يكون في عونه. لا على فكره برضو مش الحجم اللي احنا بنشوفه كتير. لا انا عندي مقاسات. عندي ارقام على فكره ريكورد. انا عندي 60 سنتي. 60 سنتي من فين؟ 60 سنتي من هنا لهنا. 60 يعني من هنا للحلمه 60 سنتي. وعندي 60 سنتي كان اكتر حاجه عملتها او حاجه 62 سنتي بالظبط. ده مقاسات. ودي ست الله يكون في عونها دي عندها ثلاث مشاكل. انا ولا عارف اتنفس ولا عارف البس, سيبك من البس دي بتاعتها كويس, ولا دراعاتي منمله وعندي سيرفايكال ديسك وفي نفس الوقت احتماليه حدوث الكانسر كتير. يا جماعه دي عمليه سهله وبسيطه ممكن تروح بمنتهى السهوله وبتروح نفس اليوم. واغلبيه الحالات ولا بتاثر على الرضاعه ولا بتاثر على اساس الحلمه, بس دي في نسبه وصول الكانسر يعني احتمال حدوث الكانسر كتير قوي عليه. فدي العمليات تبع التامين في انجلترا حتى عمليات تصوير الثدي. ضيف العزيز القمه القلب المتميزه الاستاذ الدكتور حاتم الصحار استاذ واستشاري جراحات التجميل استاذ بكليه الطب جامعه القاهره وزميل كليه الجراحين الملكيه بانجلترا, عضو جمعيه الامريكيه للتجميل والحروق, عضو جمعيه المصريه لجراحات التجميل.